بنلخص هنا ال general consultation للتريتمنت بتاع ال anxiety بتاع ال stress. بنعمل pharmacotherapy, psychotherapy, crank up the serotonin. احنا دايما عندنا ان ال anxiety disorder بيبقى معظمها increasing serotonin, فعلشان بما ان هي increasing serotonin بندي دواء يقلل زي مثلا selective serotonin inhibitor او selective norepinephrine serotonin norepinephrine inhibitor. لما بنيجي نستخدم الادويه ديت نبتدي half of the usual dose used for antidepressant, نبتدي نص الدوز ورن زي ما بنحذر البيشنت ما يجيت ورس, لان بعض الادويه دي ممكن كلمة تحسن الانكزايتي تخلي الانكزايتي مور ورس. بعض الاوبشنز الثانيه في دواء اسمه بايلوكسيزين helpful for some patient but it's a prominent anticholinergic side effect. احنا عارفين ان الانتيكولينرجيك بتعمل dryness of mouth, blurred of vision, ودي سايد افكت بعض البيشنت بتبقى بروبلماتيك فبنوقف. بوسبيرون فور جنرالايزد انكزايتي ديسوردر بندي 60 ملي جرام. بروبرانولول اللي هو البيتا بلوكر فور ديسكريت سوشيال فوبيا, في بعض الناس ممكن بندي انتي سايكوتيك. الانتي كونفالسنت ليها استخدامات كتير قوي في السيكاتري, من ضمنها ان احنا بنستخدمها كمود ستابلايزر وبنستخدمها في العينين بتوع الانكزايتي. عشان كده ما حدش منكم دكاتره يقلق لما يلاقي ان في مريض جاي عند دكتور سيكاتري كاتب له انتي كونفالسنت وما عندوش ايبيليبسي. الفالبوريك اسيد اللي هو الاسم التجاري بتاعه دي باكين. الكاربامازيبين الاسم التجاري بتاعه التيجرتول. الجابابنتين الاسم التجاري بتاعه الكابتن. اتيبيكال كورتيكال لوور دوز. بنزوديازيبينز ار فيري افكتيف ان ريديوسينج الانكزايتي ديبندنج اون ذا بيشنت. مي ايذر يوز اون بي ار ان بيزنس اور سكيدولد. دونت يوز البرازولام اللي هو الاسم التجاري بتاع الزولام او الزانكس for patient with a history of addiction or active drug say الايثانول abuse or dependence. benzodiazepines are not an option, يعني مديش دواء يعمل ليه abuse potential مع مريض اساسا potential ممكن abuser. psychotherapy